طيب هو الار سي دوت عشان كونكتد ايه بنقطة سي، تمام. وكوننا ال two equations two consistent equations، ده المجهول الاولاني اللي هو الار سي، وده المجهول الثاني اللي هو ايه، وده سوري المجهول الثاني اللي هو ايه الار بي. المجهول الثاني المجهول الثاني اتحط فوق بعض، المجهول الثاني اتحط فوق بعضه، والمجهول الاول اتحط فوق بعضه، وانا برص المعادلات. طيب في حاجه بس عايزك تاخد بالك منها، ايه هي؟ لما انا جيت طبقت الايكويشن بتاعتي اللي هي دلتا 10 ودلتا 11 12 20 21 22، لو جيت سالتك دلتا 10 دي عباره عن ايه؟ هتقول لي حاصل ضرب الام نود في الام 1 بلس سميشن الان نود في الان 1. ده نفهمه ازاي؟ ده بالبلدي كده نفهمه ازاي؟ هو حاصل ضرب النورمال فورس بتاع اللينك ممبرز اللي في سيستم نود مضروبه في اللي قصادها، اللينكات اللي قصادها في سيستم 1. يعني ببلدي كده هتضرب اللينكات اللي في سيستم نود في اللينكات اللي قصادها في سيستم 1. خلاص؟ يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انا عندي هنا مفيش لينك، يبقى ده زيرو. زيرو بتضرب ايه في اللينك اللي قصاده، اللي هو هنا ايه؟ واحد. انا كده بضرب اللينكات على سيستم نود في سيستم 1. يبقى انا هضرب كده اللينك دوت قيمته زيرو في اللينك في نفس اللينك اللي قصاده الناحيه الثانيه اللي هو بواحد، يبقى زيرو في واحد في طول اللينك على الجسامه بتاعته. طب واللينك هنا بقد ايه؟ اللينك هنا زيرو، يبقى زيرو في اللينك اللي وصله هنا كام؟ زيرو. يبقى زيرو في زيرو. دي طريقه ضرب اللينكات في بعض، انا بضرب لينكات السيستم نود في سيستم 1. طيب بالنسبه لدلتا 11 هتضرب دول في بعض ازاي؟ او الترم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان سيستم 1 هضرب اللينكات بتاعته في نفسها. في سيستم 1 اهو اللينك ده قيمته قد ايه؟ واحد، اقوم ضربه في نفسه في طوله على الجلسه بتاعته. طب واللينك اللي هنا؟ مفيش، يبقى زيرو في زيرو. بس كده. طيب دلتا 12 او 21 عباره عن ايه؟ ام 1 في ام 2 بلس ان 1 في ان 2، ده عباره عن ايه؟ هروح لسيستم 1 وسيستم 2، هشوف اللينكات اللي في سيستم 1 هقوم ضربها في نفس اللينكات اللي في سيستم 2. يعني اللينك هضربه في اللي قصاده. يعني اللينك الطويل دوت النورمال فورس عليه بواحد، ده في سيستم 1، اقوم رايح لسيستم 2، تمام؟ اللينك اللي قصاد اللينك الطويل هنا عليه زيرو فورس، مش موجود، يبقى زيرو في واحد، فالترم ده هيتكنسل. طب اروح لينك قصير قيمته هنا قد ايه؟ النورمال فورس بتاعه هنا هو مش موجود، يبقى هو بزيرو، زيرو في واحد. يبقى الترم ده كله ايه؟ اللي هو يعني ان 1 في ان 2 سميشن ان 1 في ان 2 في ال على اي، ده كله هيتكنسل. طيب دلتا 20 هنا عباره عن ايه؟ ام نود في ام 2 بلس الترم ده. الترم ده نفهمه ازاي؟ هو عباره عن اللينكات اللي في سيستم نود مضروبه في اللينكات اللي في سيستم 2. طيب سيستم 2 ما فيهوش غير اللينك ده، اللينك القصير ده قيمته قد ايه؟ واحد، واحد في النورمال فورس، واحد طن في او واحد يونت لود، واحد في القيمه اللي وصلته هنا كام؟ بزيرو. يبقى الترم ده اتكنسل. طب هنا مفيش لينك، يعني هنا زيرو لينك ممبر وهنا زيرو لينك ممبر، فزيرو في زيرو. احنا كده يعني فهمنا سريعا كده ازاي هضرب اللينكات في بعض. طب هنا الترم ده عباره عن ايه؟ ده جاي من حسبه الدلتا 22 عباره عن ديفورميشن بتاعت الفريم ديو تو بيندنج بلس الاكسل ديفورميشنز ديو تو ايه؟ لينك ممبرز. طب هنا ان 2 في ان 2 يعني ايه؟ يعني اللينكات بتاعت سيستم 2 هنضربها في نفسها. طب سيستم 2 دوت فيه كام لينك؟ هو لينك واحد بس هنا قيمته واحد، واحد في طوله بواحد، سوري واحد في واحد في طوله بخمسه على الجسامه بتاعته اللي هي اي اي. هل هنا في لينك تاني؟ هو نظري هنا في لينك قيمته زيرو. تمام؟ بس كده. ده كان ملخص سريع للمساله اللي هي بتاعت امبارح اللي هي رقم خمسه. وبعد كده نرص معادلتين فجولين. وادي هنلاحظ هنا ايه؟ يعني دي كده ده الترم اللي هو بتاع دلتا 11، هنلاقي هنا تأثير الاكسل ديفورميشنز دخل معانا، وادي الترم بتاع دلتا 22 هنلاقي تأثير الاكسل ديفورميشن دخل معانا. خلاص؟ ماشي يا شباب. معايا شونسين. طيب بعد كده قلنا احنا طبعا ده المرجع اللي احنا شغالين منه، او المرجع الرئيسي اللي احنا شغالين منه اللي هو Theory of Structures الدكتور تاخني، وقلنا احنا شغالين في شابتر اللي هو 2 بتاع Consistent Formations. وقلنا المساله دي فيها فكره مهمه، ايه المساله يعني ايه الفكره اللي فيها؟ هو فيها كام رياكشن؟ 1 2 3 4 واللينك دوت يبقى خمس ايه رياكشن، خمسه رياكشنز، وكام ايكويشن؟ 3 سين والترميد هنج هديك واحده زياده يبقى 4، يبقى انت عندك خمس مجاييل واربع معادلات، يبقى في مجهول واحد زياده. الطبيعي او الشغل التقليدي بتاعنا ان احنا بنعتبر اللينك هو ايه؟ هو المجهول ايه؟ الاضافي.
لا هو هنا الفكره، هنا في المرجع دوت هو قال لك لا انا مش هعتبر لينك هو مجهول اضافي، لا انا هعتبر رياكشن اكس دوت هو ده الريدندنت او مجهول اضافي. فعمل ايه؟ قام شاله. فلما شاله هو كاتب هنا ان اكس ايكوال زيرو، يعني هو شاله الحركه دي معناها ان هو شاله، فهيتحول هنا لرول سبورت، فيقوم راسم بيندنج مومنت للمساله. طبعا العمليه ديت عليها زيرو مومنت، طبعا عشان هو يرسم مومنت ويدخل في القصه دي لازم اول حاجه يحسب ايه؟ الرياكشنز بتاعت السبورتس. فهنا رياكشن اكس هنا بزيرو، سيجما اف اكس رياكشن هنا بزيرو، بعد كده سيجما يعني مومنت عند الهنج هنا يقوم جايب الواي اللي هناك، وسيجما المومنت هنا يقوم جايب الواي اللي على الشمال، هيطلعوا الواي رياكشنز تطلع قد بعض لان المساله متماثله. وبعد كده فاضل له بقى اللينك رياكشن ده لازم يجيبه، لان ده يعني رياكشن لازم يتجاب، زي ما انت جبت الاكس والواي والواي اللي هنا لازم تجيب ايه اللينك رياكشن دوت. فقام خد هنا المومنت عن طريق هنج رايت، وهو بياخد مومنت رايت وبيرجع، قام قطع اللينك خلاص. يبقى يدخل معايا هنا كام مجهول؟ يدخل معايا اليونيفورم لود، سوري يدخل معايا كام حاجه؟ يدخل معايا محصله اليونيفورم لود دي مش مجهوله دي معلومه، ويدخل معايا الرياكشن دوت بتاع اللينك ده مجهول، ويدخل معايا الرياكشن واي دوت معلوم. قام جايب اللينك رياكشن هنا طلع ايه 12 طن. يبقى هو كده رسم الام نود وحسب النورمال نود او اف نود. طيب المين سيستم دوت هو لما شال الرياكشن اكس هو كده بوظه، فيعمل له كوريكشن تمام، فيقوم راسم المين سيستم مره ثانيه، والرياكشن اكس اللي اتشال يقوم يرجعه مره ثانيه تمام. ده كده بقى ايه بقى اللود بتاع المساله، يعني المساله كلها فاضيه مفيش فيها غير اللود ده. طيب هو لازم يرسم مومنت لمساله، فطبعا لازم يحسب الرياكشن، فالرياكشن ده يعني بيولوجيك هيطلع ايه واحد، ويعني الواي رياكشنز هتحسبوها تطلع بزيرو تمام. طيب هيبقى له لينك ده لازم يتجاب، ما هو رياكشنز زي بيت رياكشنز، فقام خد مثلا سيجما مومنت هنا رايت، مفيش عنده حاجه بتلف غير اللينك رياكشن والاكس، الاكس بتلف كلوك وايز يعني حوالين انترميت هنج، الاكس بتلف ايه كلوك وايز، فلازم طبعا وبديه ان اللينك رياكشن يرد ايه العكس، فطلع خيمته 3. طيب المعادله بقى هو شغال بيها، قال لك انا هشتغل معادله الكونسيستنت اللي هي دلتا 10 زي دلتا 11 في الريدندنت ايكوال 0. طب الدلتا 10 دي بكام؟ قال لك عباره عن ام نود في ام 1 بلس، يعني طبعا الانتجريشن بتاع ام نود في ام 1 ده كده ايه الديفورميشنز بتاعت البندنج بتاعت الفريم، بلس هنا تاثير اكس الديفورميشنز بتاعت اللينكات. طيب عايزين نفهم الترم ده، هتروح على اللينكات اللي في سيستم نود تقوم ضاربها في اللينكات اللي في سيستم 1. طب سيستم نود فين اللينكات اللي فيه؟ مفيش غير اللينك ده عليه اف نود بكام؟ ب 12، احنا متعودين يا اما 0 يا اما 1، لا هو هنا طلعت ب 12. طب قام ضاربها في اللينك اللي قصادها اللي هو ايه 3. طبعا هنا ده تنشن، اللينك ده تنشن واللينك هنا كومبريشن، فطبعا حاصل ضرب يبقى ايه بالنيجاتيف، هتلاقي هنا لازم في اشاره نيجاتيف تظهر معاك، فهتلاقي هنا في المرجع عم حاطط لك اشاره نيجاتيف. طيب بالنسبه لدلتا 11 ده عباره عن ايه؟ حاصل ضرب الام 1 في نفسه، فبقى هو اما هو مسميه هنا ام 1 سكوير بلس النورمال فورس يعني اي لينك في نفسه، فقال لك هنا اف 1 سكوير. يبقى انا اروح لسيستم 1 اقوم ضارب الدياجرامز ببعضها، اقوم ضارب الدياجرام سوري اضرب الدياجرام في نفسه، بعد كده اللينك دوت تضرب في نفسه ازاي؟ اقول 3 في 3 في طول اللينك على الجسامه بتاعته خلاص. طبعا لما يجي بس نروح مره ثانيه للدلتا 10 دي، الدلتا 10 دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ديفورميشنز بتاعت الفريم ديو تو بيندنج مع ديفورميشنز ديو تو ايه اكس دي ديفورميشنز او الاكس ديفورميشنز ديو تو ايه اللي جاي من اللينك ممبرز، يعني دي الديفورميشنز بتاعت اللينك ممبرز اللي جايه من ايه الاكس ديفورميشنز بتاعته اللي هو الاصطلاح والانضغاط بتاعت اللينكات، يعني دي ديفورميشنز بتاعت الفريم ديو تو بيندنج ودي الاصطلاح والانضغاط بتاعت اللينكات، مجموعهم قام جاب ايه التوتال ديفورميشن اللي هو دلتا 10. طب الدلتا 11 او الديفورميشن دلتا 11 عباره عن الديفورميشن بتاعت الفريم ديو تو بيندنج بلس الديفورميشن بتاعت اللينكات نتيجه الاكسل ديفورميشن بتاعتها خلاص، وقام جاب الريدندنت اللي هو الرياكشن اكس جاب قيمته خلاص، وبعد كده قام رسم بيندنج مومنت. طبعا فاينل بيندنج مومنت اللي هو رسمه عباره عن ايه مجموع، ده الفاينل بيندنج مومنت عباره عن ايه مجموع الام نود بلس الام 1، بس طبعا الام 1 دوت هيتضرب ايه في الريدندنت. طيب قال لك انا هحل مساله ايه بحل تاني، انا كاتب لك هو انذر بوسيبل مين سيستم، يعني هو حل تاني او الترناتيف سوليوشن، الترناتيف ايه سوليوشن حل بديل. بص عليه مهم جدا، قال لك لا انا هشيل اللينك ده اللي هو الحل التقليدي احنا متعودين عليه، فاعتبر ان تشوزن ريدندنت تمام. قال لك ايه اللي تشوزن ريدندنت هو ايه الفورس، هو كاتب هنا الفورس اكس داش، هو مسمي اللينك اكس داش، الفورس اكس داش
از ايه، اعتبرها ايه considering it as a redundant، اعتبرها مجهول، مجهول اضافي. اما عمل الحركه دي ماتيو في المرجع، عمل الحركه دي حاجه ايكوال زيرو، يبقى هو كانه شالها، يبقى هو اللينك ده كانه اتشال، شاله تمام، وقام رسم بالنيج مومنت للفريم عشان يحصل على الام نود. طب الاف نود، الاف نود بكام؟ هي فين اللينكات اللي عندي؟ انت عندك اللينك ده نظريا موجود بقيمه زيرو. الاف نود عباره عن ايه؟ عباره عن اللينك ده نظريا يعني اللينك ده نظريا موجود بس قيمته بزيرو. طيب ده كده المين سيستم نود، هو لما شال لينك هو كده بوظ المساله، فهو لازم يصلحها، فقام رسم المين سيستم مره ثانيه، واللينك اللي اتشال قام رجعه في صوره ايه؟ يونت لود، او يونت ماشي هنسميه يونت لود. طيب وقام رسم البندنج مومنت للكوريكشن سيستم 1، طبعا عشان يرسم بندنج مومنت للكوريكشن سيستم 1 لازم طبعا نجيب ايه؟ الاكس ريأكشنز والواي ريأكشنز. طبعا هنا لما تيجي تحسبوها هتلاقوا ان الواي ريأكشنز تطلع معاكم بس 4، لكن لما اجي احسب الاكس ريأكشن هاخد مثلا سيج مومنت هنا رايت، فالاقي ان اللينك ريدندنت دوت او اللينك اللي قيمته واحد اليونت لود دوت بيلف كلوك وايز، فلازم الاكس دوت يرد ايه؟ انتي كلوك وايز، وسيجما اف اكس ده يطلع عكسه. وقام رسم بندنج مومنت مساله. طب المساله دي فيها لينكات؟ اه فيها لينكات، اللينك ده بس ده اللينك الوحيد اللي فيها. طب قيمه النورمال فورس بتاعته قد ايه؟ بواحد. يبقى هو كده حسب او رسم البندنج مومنت وحسب النورمال فورس لكل مساله. بعد كده طبق ايه المعادله بتاعته اللي هي دلتا 10 زائد دلتا 11. طبعا دلتا 10 دي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن نفس المعادله اللي فوق ديت، ام نوت في ام 1 في الاف 1 في اف نوت، بس اف نوت المره دي تبقى بزيرو والاف 1 المره دي تبقى ايه؟ ب 1. يعني اف نود المره دي بزيرو والاف 1 ايه؟ ب 1. طب لما اجي احسب دلتا 11 هيقوم ضارب ايه؟ الام 1 في نفسه، هيقوم ضارب ايه؟ الام 1 ايه؟ في نفسه، ما فيهاش مشكله دي، بلس الاف 1 في نفسه، يعني هضرب اللينك ده اللي هو بواحد في نفسه، يعني في واحد في طوله على الجسامه بتاعته. خلاص يبقى كده في عندنا حلين، في عندنا حلين يختار فيهم اللي يعجبك. بس انا يعني كنت يعني نزلت الحل ده او الفكره دي في السلايدز عشان بس ما انت عارف ان مش دايما او مش لازم او مش اجباري ان انا اعتبر اللينك هو ايه؟ هو ال chosen redundant. تمام؟ واضح يا شباب؟ معايا باشمهندسين؟ طيب ماشي اوكي، يبقى احنا كده ايه خلصنا هنا ده البارت 3، هنبدا بقى ان شاء الله في بارت 1.